بركات الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ارحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب مع هذه الانطلاقه، انطلاقه الشوط السابع الخاصه بفئه القعدان الاجذاع المحليات الاصايل، مسافه 6 كيلومترات الحاضره معنا في صباح هذا اليوم. ومع هذه الانطلاقه الخاصه بشعارات اصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكرون، سير مباشره الى المقدمه الى الصداره الى الانطلاق الاول الى شعار مؤسسه هجن الرياسه بتواجد الظافر علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا هملول على المركز الاول والانطلاق الاول والتحديات الاولى. النقله القادمه ايضا هنالك للمركز الثاني لنتابع الشعار الاحمر من يسيطر على المقدمه على المركزين الاول والثاني. المركز الثاني مع شاهين من هجن الرياسه بتواجد المضمر راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب من يتقدم الان على ثاني التحديات. النقله القادمه الى المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام لنتابع الاسماء القادمه الاسماء المنطلقه، وهنالك معدي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقياده المضمر حمد بن علي العويسي من يتقدم الان مع انطلاقه معدي على المركز الثالث. المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيق بن علي بن راشد الكتبي. والمركز الخامس يتقدم شعار هجن العاصفة مع تواجد شاهين بقيادة المضمر غياث الهلالي من بدأ بالتقدم والانطلاق. المركز السادس ما يخاف لسمو الشيخ زايد الحمداب بن زايد آل الهيان ويقوده المحترف جمعة بن عتيق الرميثي من يتواجد على مستوى المركز السادس وسابع. المراكز والانطلاقات بندر لسمو الشيخ محمد بن طحنون آل الهيان من يقدم لنا هذا الاسم على المركز السابع. ثامن التحديات والانطلاقات التواجد مع الصيرمي لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل الهيان بقيادة المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي من يقدم لنا الصيرمي، وايضا القدوم هنالك والانطلاق مع شاهين القادم بشعار هجن الرياسه يقود في عمليه التضمير محمد بن مبارك المهيري من يقدم لنا انطلاقه شاهين المميزه، وايضا شعار هجن العاصفه بدا بالتسلل مع انطلاقه شاهين من هجن العاصفه بقياده المضمر غياث الهلالي. المركز العاشر اختم به نداء الوصول مع الوسمي لمعالي الشيخ محمد بن بطيئه الحامد بقياده المضمر مختار بن أحمد من يتابع انطلاقة الوسمي على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة الأولى وإلى التحديات والانطلاقات المميزة على الصدارة والمقدمة. شعار هجن الرياسة لا زال هو المسيطر، هو المتفوق بهذا الانطلاق وبهذه التحديات مع تواجد هملول على المركز الأول، هملول على المقدمة الأولى، ظافر المضمرين علي بن جمير الوهيبي من يقدم لنا هملول على المركز الأول مع انتصافنا لمسافة 6 كيلومترات. 3 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 3 كيلومترات، وهملول يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط بتقدم الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا هملول على المركز الأول. المركز الثاني التواجد مع معدي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي من يتقدم الان، ولكن الوصول من شاهين القادم بشعار هجن العاصفه غياث الهلالي من يتابع انطلاقه شاهين من يتسلل الى المركز الثاني بدورنا. نتابع المركز الرابع وهنالك الانطلاق مع شاهين من هجن الرياسه المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب يتقدم الان. والمركز الخامس شاهين لسمو الشيخ محمد بن
المكتوم بن راشد، المكتوم بقيادة المضمر عتيق بن علي بن راشد. الكتبي يتواجد على المركز الخامس، خمسة شعارات، خمسة أسماء مميزة بدأت بالانطلاق هنا والتحديات على المقدم والصدارة. ننتقل مباشرة ونتابع المركز السادس مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنالك الوصول من شعار هجن العاصفة بمتابعة المضمر غيات الهلالي، من يقدم لنا انطلاقة شاهين، أيضا القدوم هنا والانطلاق والتحدي والوصول المميز مع الصيرمي لسمو الشيخ سيف الخليفة بن سيف آل الهيام بقيادة المضمر السعيد بن مبارك الوهيبي، من يقدم لنا الصيرمي. وهنالك شاهين من هجن الرياسة محمد بن مبارك المهيري، من يقدم لنا شاهين وانطلاقته. يتقدم هنا ايضا القدوم والوصول هنالك من الجانب الايمن، من بدا بالتقدم بندرلي سمو الشيخ محمد بن طحنون آل الهيان، والوصول ايضا هنالك على المركز العاشر مع شاهين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي. هكذا هي النتيجة وندائنا الثاني لهذه الأسماء. أعود للمقدمة، أعود للصدارة الأولى، إلى التحديات والانطلاقات المميزة. وهنالك المقدم والصدارة غير شاهين، انطلق شاهين تسلل إلى المقدمة راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب، من يقدم لنا شاهين على المركز الأول وعلى التحديات الأولى. بينما المركز الثاني تواجد شعار هجن العاصفة مع انطلاقة شاهين على مستوى المركز الثاني، والف ومئتين ما تبقى عن نهاية هذا الشوط ما تفصلنا عن خط النهاية وعن الناموس. ونتابع المركز الثالث معدي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يقود في عملية التضمير والمتابعة حمد العويسي. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة الأولى، إلى التحديات والانطلاقات المميزة. شعار هجن العاصفة يتواجد على المقدمة، ولكن الرياسة وهجنها بسم الله ما شاء الله على هذه الانطلاقة الكبيرة والمميزة مع تواجد شاهين. شاهين بشعار هجن الرياسة، هجن الانتصارات، هجن الرموز، الشعار الأحمر، شعار الخطر وشعار التحديات المثيرة. يتقدم المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب على المقدمة الأولى. جولة التحديات، جولة الأوامر، شاهين على المقدمة، شاهين على الصدارة، هجن الرياسة على المركز الأول. راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب يسيطر على المقدمة، يسيطر على الصدارة. شعار هجن العاصفة قادم مع انطلاقة شاهين بتواجد المضمر غياث الهلالي، ولكن المقدمة والصدارة لمن الناموس. يا سلام على هذه التحديات، تسلل شاهين إلى المقدمة إلى الصدارة. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز شاهين بالمركز الأول. لحظات وصوله إلى خط النهاية، بينما المركز الثاني كان وصول من شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد السم المنصوري، والمركز الثالث الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيام محفوظ، والخميس الجنيبي. المركز الرابع النشمي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خالد جابر المر بن حلوة، وخامسا همدول من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. نعود بالتوقيت الزمني، تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز شاهين بالمركز الأول. والتوقيت الزمني مسافة 6 كيلومترات 8 دقائق لحظات الوصول، 55 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد السم المنصوري، من قدم لنا شاهين بتوقيت زمني لحظة الوصول 8 دقائق 56 ثانية 5 أجزاء من الثاني. تهاني والناموس. بينما المركز الثالث الزعيم بالشعار العيناوي شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان محفوظ بن خميس الجنيبي، التوقيت 8 دقائق 59 ثانية وجزئ من الثاني. تهانينا والناموس.